خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. ألو. أيوة مساء الخير. مساء النور أستاذ أسامة. أيوة أهلا بيك. أنا عمار. أنا يعني ينفع أقول اسمي ولا ما ينفع؟ زي ما لو مش عايز تقول اسمك براحتك، عايز تقول اسمك براحتك، كل اللي أنت عايز تقوله أنا معك. يعني لو حابب تقول اسمك قول، مش حابب تقول اسمك هو عادي لو قلت ولا يعني عادي جدا كده. انا بحس اللغه مش عادي اهو. لا عادي يعني. انما انت اللي بتقدر من جواك انك تقول اسمك ده هيعود عليك بمشاكل بعد كده، ولا تفضل انك ما تقولش اسمك؟ مش مساله هيعود بمشاكل يعني طريقه او كده، انت عارف الجو ده. لا خالص خالص يعني ليه؟ اقول اسمي ولا قول يا بيه اسمك؟ ماشي يا باشا، اسمي عمار. عمار، عاش الاسامي عمار. عمار كم سنه؟ انا 19 سنه. طيب جميل. حلقة النهاردة حلقة مفتوحة عمار، من القلب للقلب. انت مرتبط الاول؟ نعم. مرتبط؟ في ارتباط عاطفي في حياتك؟ والله انا كنت مرتبط كده يعني من حوالي تقريبا سنة الا كده. طيب وايه اللي حصل عمار؟ هو اللي حصل يعني ان انا تعرفت على واحدة يعني عن طريق واحد صاحبي وبتاع. فهي يعني جابت معي كلام ومش يعني مش جابت معي كلام يعني حبت ارتبط بي، قلت لها لا ليه ومش عارف ليه، الحب حاجة حلوة، قال تحببني في الموضوع كله. قعدت يعني تزقك على العلاقة؟ يعني مسمرتني. أنا طبعا كان لي علاقات كتير قبلها يعني، فقلت لها قالت لي طب أنت إيه اللي بيكرر فيه؟ حكيت لها أهم حاجة طبعا الفراق وبتاع لما هتتعذب يعني وكده. بس ف دارت الايام كل مره تقول لي واحد الخطب لي، واحد مش عارف ايه، واحد ايه، واحد ايه، ترفض كل ده عشاني وبتاع والكلام ده. بس حاليا اخر واحد اتخطب لها الدنيا اتعقدت شويه وفضلت ادور عليها وبتاع. يعني في حد حاول يتقدم لها اخر اخر واحد؟ اه يعني هو انفصل انا تاني يوم العيد وبتاع. فحاولت ادور عليها، بتقول انا لقيت في رساله النهارده ايه لي مسج واد وبتاع، انا دورت عليك كتير عشان اوصل لك وكده ومش عارف ايه. وانت مسالتش. قلت انا دورت وعملت وكل حاجه، بس قلت لي طبعا بتاسف دلوقتي وعايزاك ومش عارف ايه. بعد ما كانت اتخطبت لواحد؟ خلاص اتخطبت كذا مره وبترفض يعني، بس اخر واحد ده طول شويه وبتاع. فهي انت كنت وعدتها بحاجه عمار؟ نعم وعدتها بحاجه يعني. بصراحه انا ما وعدتش يعني، قلت لها ما تتخطبيش وانا بحبك وهكمل معاكي وهكون مستقبلي وخلافه كده. يعني يبقى وعدت انا وناخر جدا يعني. يبقى وعدت وقلت لها ان انا معاكي طول العمر واحنا مع بعضينا وخلافه، على هذا الاساس كانت بترفض يعني. بس في حاجه ما قلتش، اللي انا هاجي اخطب حاليا ويوي، لان انا اصلا في مجال تاني حاليا ودراسه تانيه وبتاع، فمستني حاجات تانيه كتير يعني، فمش دلوقتي. ومفهمها ده من الاول؟ نعم ومفهمها ده من الاول. عشان الموضوع يبقى على نور برضه، عشان قرار ربنا كده يعني. جميل. بس فدلوقتي مسج وبتاع على الفيس وبتاع وعايزك وبتاع مش عارف ايه. في اللي يقول لي لا، او في اللي يقول لي يعني باخد رأي يعني واحد عزيز عليا جدا هو يعني لا بلاش ومش عارف ايه. بلاش ليه؟ ايه؟ بلاش ليه؟ يعني خلاص هي كذا مرة دست عليك ويوم ما فكرت تتقرب لها أكتر وخلاص وعشان خاطري وأنت حلو. طب ما تعالى بس نتفق عمار، هي دست عليك ولا أنت اللي قلت لها أنا مش هقدر دلوقتي فاضطرت تتخطب أو أهلها غصبوا عليها؟ لا، هو آخر مرة اللي هي الخطوبة الأخيرة دي هي وافقت. هي مش وافقت، هي أمها أصلا ما بتوافقش، هي بتوافق غصب عنها وأبوها وكده. طب طالما أنت مقتنع إنه غصب عنها يبقى ما دستش عليك، يبقى غصب عنها. في حاجة يعني، في حاجة قالت لي اخر خطوبه دي خلاص بقى حاولت انساني ومش عارف ايه وي وي يعني كلام كتير. عندها كم سنه عمار؟ ايه؟ عندها كم سنه؟ هي؟ يعني هي حوالي اصغر مني بسنه كده. عندها 18 سنه يعني 17 سنه. 17 وشويه. 17. انا مش عارف الناس مستعجله على ايه. يعني بجد الناس مستعجله. طيب دلوقتي انت ما بين راي انك تكمل معاها او ما تكملش معاها، طب انت لو هتكمل معاها هتقدر تديها ايه؟ أعمل إيه؟ هتقدر تديها إيه؟ هتقدر تديها وعد بخطوبة قريبة في خلال سنة اتنين؟ هو المسألة دلوقتي اللي أنا أصلا يعني أكمل ولا ما أكملش، ولا أركز في اللي أنا فيه، ولا هي جت في اليوم ده شقلبت الدنيا كلها وأنا داخل على موضوع كبير شوية. اللي أنت فيه ده هل هيتأثر بإنك ترتبط بواحدة؟ هو من ناحية يتأثر؟ ولا هيأثر
على علاقتك بيها. ما انا معلش يعني اللي انت داخل عليه الخطه بتاعت حياتك اللي انت داخل عليها دي تمام هتتاثر بوجودها في حياتك، ولا الخطه اللي انت داخل عليها دي ممكن تاثر على علاقتكم ببعض وتنهيها او تاجلها او تعطلها او تعمل فيها مشاكل؟ يعني هو يعني من مساله اللي انا ايه الموضوع اللي انا داخل عليه مثلا ايه يعني ممكن نسيب اللي حواليها شويه، حتى اللي في البيت انا مش معاهم حاليا يعني. هل هتخش كليه عسكريه مثلا؟ هتروح في حاجه؟ لا مش كده، افلام مسرحيه وبتاع، تاني سنه اقدمه كده يعني. طب ده ايه اللي يمنع وانت راجل فنون مسرحيه او راجل في معهد سينما او راجل كده انك تكون مرتبط بواحده وبتحبها؟ مش على كده، انا حاليا عشان داخل على مرحله اختبارات الايام دي، ف مرحله الاختبارات كلها عمرها هتكون قد ايه؟ يعني هتخلص كده في نص تسعة كده مثلا، شهر يعني. طب ايه القضيه في كده؟ لا ده اللي هي من دلوقتي، انا يعني من دلوقتي من دلوقتي هي عايزه تكمل يا معاك يا مش معاك. وشويه تقول لي يعني انت زبت من بعدك وبتاع والكلام ده، انت بص بس مفيش روشة. مفيش بلاش صعبانيه دي يا عمار، ده مش انا، لا ده انا هي اللي بتحطك في حدوده الصعبانيه دي. تمام واخد بالك؟ لا تعال نتكلم بالعقل. تعال بص يا بنت الناس، انت بتحبها الاول من قلبك بجد بتحبها؟ انا الصراحة انا كنت، بس حاليا يعني القلب ابتدى يميل شوية يعني. يميل لمين؟ يعني يميل للحب ده تاني يعني، يعني له شوية. ليها هي ولا لحد تاني؟ لا ليها هي. ليها هي. طيب بص يا عمار، لو بتحب البنت دي ببساطة مطلقة هتقول لها بص يا بنت الناس، انا بقى مش بتاعت اصل مخطوبة ومش مخطوبة واصل هيجي لي عريس والمرة دي لا وبتاع، المرة الجاية في جون ما فيهاش هزار، انا راجل بخطط لمستقبلي واحنا لسه صغيرين، مش هقدر ارتبط بيكي الا لما اخلص وانا داخل على فنون مسرحيه وعندي لسه سنين دراسه واخلصها وابتدي دي هو ده شكل حياتي، تقبليني هشيلك على راسي من فوق، مش هتقبليني يبقى كل واحد فينا من طريق يشوف حياته. هتقولي لي علشان خاطري واموت فيك وابوس رجلك؟ ما ينفعش، احنا بنتكلم النهارده في علاقه سويه ما بين اتنين، احنا لسه صغيرين 18 و17 ولا 19 و17 وانا في بدايه مستقبلي وفي بدايه حياتي. اوعي تتخيلي ان انا ممكن اتجوزك وانا عندي 19 سنه، ولا انا اجي اخطبك وانا عندي 20 سنه، انا لسه قدامي السكه طويله. قدامي سنه 2 3 4 هتقبلي تنتظريني؟ اهلا وسهلا، مش هتنتظريني يبقى بلاش، عشان تريح نفسك وتريحها، انما تقعد تأسيك وتوجع قلبك وصعبانيه وتوجع لك قلبك ولا عشان خاطري وانت سبتني وانت جرح، هنخش في متاهات لا ليها اول ولا اخر. طب ما من الاول، من الاول وهي لسه خارجه من خطوبتها وراجعه لك كده جاهزه تحط النقط على الحروف، عشان لو رجعت تاني في علاقه يا عمار ودخلت فيها وغوطت فيها وجيت فرملت هتبقى انت الغلطان. لا نقف نحط النقط على الحروف ونحط الاساس اللي هنكمل عليه. لسه بنتكلم في تليفون تاني بيه. طيب خلونا نستقبل اتصال تاني، خلونا نقول الو. الو ايوه ايوه اسامه. ايوه مساء الخير. مساء النور، اتعرف بيكي. انا مي. يا مي ازيك؟ تمام، انا مبسوطه جدا ان انا اتعرف على حضرتك بجد يعني، وصلت معاك على هواي. ربنا يخليك يا مي، ميرسي ليكي خالص. مي كام سنه؟ 19 سنه. 19 سنه مرتبطه؟ انا مرتبطه ومش مرتبطه يعني في نفس الوقت. ازاي بقى مرتبطه ومش مرتبطه؟ حضرتك انا يعني انا مريت بتجربه صعبه قوي، انا حبيت واحد بكل اخلاص وحبيته جدا بس هو طلع يعني كدب عليا وخاني، والحكايه دي مخلياني مش عارفه اثق في حد، مش عارفه ادي الحق امان لحد. قعدتي قد ايه تحبيه؟ 3 سنين. 3 سنين. كان عندك كام سنه لما دخلتي في العلاقه دي؟ كان عندي 16 سنه. طيب وبعد كده خانك مع مين؟ خانك مع واحده تانية مثلا، صاحبتك واحده تانية؟ انا كل هو جت فتره بعد عني وكل ما برن عليه بلقاه ويت بالساعات من الساعه 2 بالليل للساعه 6 الصبح ما يردش عليا، فلما لقيته بالطريقه دي بعدت عنه. انا كنت بكلم واحد من 3 سنين بس اتحب بس. تمام حضرتك. بس هو الشخص ده بيحبني من الاول تمام، بس انا مش عارفه اديله الامان، مش عارفه احبه يعني، وعايز يجي يتقدم لي بس انا مش عارفه اثق في حد، مشكلتي ان انا مش عارفه ادي الامان لحد. انت يعني انت قلتي عندك 19 سنه؟ وده تعرفيه بقالك قد ايه؟ 3 سنين. وقبليه كان في واحد تاني؟ ما انا ما اعرفه من 3 سنين بس بنتكلم صحاب بس يعني. ده غيره، غير الشخص ده؟
يعني الاثنين كانوا مع بعض في نفس الوقت؟ اه بس احنا صحاب مش اكتر. يعني ده كان صديق والتاني كانت علاقة حب. اه وانت خارجة من علاقة الحب مجروحة علشان التاني خانك والصديق ده هو اللي عايز يرتبط بيكي وانت مش عارفة توافقي ولا لا؟ ايوه. انت لسه مش بتحبيه؟ احنا اصدقاء مش كده؟ اه مش قادر احبه يا وزيما. وانا نفسي ان احب تاني وارجع لحياتي الطبيعية تاني بس مش قادرة يا وزيما. انا بموت كل يوم. يعني انا بفكر في الشخص ده بقول لي يعني هو ليه عمل فيه كده؟ ليه كتب عليه؟ انا اخلصت له وحبيته جدا ومش عارف انساه، مش عارف افكر غير فيه. في نفس الوقت هو خاني. ليه يعني ساعدني وطبعا انا مش قادرة انساه، مش عارف ادخل في علاقة تانية. بص خايفة اكون بظلم الشخص ده، انا بحاول ان ابعد عن الشخص ده. بحاول انت على قد ما اقدر ان هو انت قبل ما تظلمي الشخص ده انت تظلمي نفسك جدا، لانك دخلتي في علاقه وانت عندك 15 16 سنه. لما نخش في علاقه وانا عندي 15 16 سنه ابقى انا لسه في مرحله المراهقه ومش ريت في اخرها مثلا، ما عنديش 19 سنه وبادي علاقه، لا ده انا 15 سنه يعني خارج من الطفوله وطالع بكبر. يعني دخلتي في علاقه عاطفيه وانت لسه بتطولي وانت لسه ابعاد جسمك بتتغير، بتتحولي يعني جسمانيا من طفلة إلى امرأة في مرحلة التحول ده. فتخيل لما يكون جسمك بيتحول من طفلة إلى امرأة عقلك كمان لسه بينمو، فدخلتي في علاقة وانت ما تقدريش تحكمي على العلاقة ولا تعرفي يعني ايه، ما مش هقولك ما تعرفيش يعني ايه حب، لا ما تعرفيش يعني ايه علاقة عاطفية. ولكن لهفة التين ايجرز او العلاقة مرحلة المراهقة ان احنا نخش في علاقة عاطفية وبتاع، والولد خني تلاقيه كلم واحدة صاحبته او عرف مش عارف مين وشفته واقف على الناصية، فمش هي دي الخيانة ولا هي دي العلاقة، فبالتالي مش هو ده اللي يدمرك. انت لازم تقنعي نفسك النهاردة وانت عندك 19 سنة كده اللي انا كنت بعمله ده كان لعب عيال، عيلة وعيل، واللي معايا دلوقتي ده واحد بيحاول يواسيني الصدر الحنين، يعني ما ينفعش ارتبط بيه، هظلمه وهظلم نفسي. انا لا ده ولا ده، انا من الاخر بنت عندي 19 سنه مستقبلي قدامي، هفصل عن الدنيا كلها عن ده وده وابتدي افكر بشكل تاني في مستقبلي، اشوف حياتي، اشوف صحابي، اشوف دنيتي، اشوف كليتي، اشوف شغلي، اشوف اهلي، اشوف الدنيا، ابتدي اشوف انا شكلي اتغير بقى عامل ازاي دلوقتي، هيبقى ستايلي ايه في الحياة، في لبسي، في اسلوبي، في تعليمي كده، وبعد كده فكر في الحب. لما نحب بقى دلوقتي وانا عندي 20-21 سنة هبقى انسان ناضج، والانسان الناضج لما يحب يبتدي يحكم على العلاقة صح، حتى لو كان في تجارب سيئة وانا عندي 14-15-16-17 سنة مش هتتحسب، مش هتتحسب في التفكير، لان انا كنت عيل وانا باخد قرار وانا عيل. هو في عيل يقدر يحكم على حاجة وياخد فيها قرار؟ لا. حتى لو العلاقة دي بدأت في سن 15 وانتهت في سن 17-18-19 بادية غلط، وما بني على باطل فهو باطل، ما ينفعش تبني حياتك على باطل. خني ومش قادر انسى، لا مش قادر تنسي ايه؟ كنا عيال بنلعب، يعني انا كنت بلعب بلي مع واحد صاحبي في الشارع وكان بيخني في الطروقة بيغشني، مش هنسى ايه ده؟ يعني ده كلام ما ينفعش. احنا بقى كبار دلوقتي نبتدي نقرر قرارات صح وناخد خطوات صح.